بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. لازلنا في دروس الرياضيات للسنة الخامسة والرابعة ابتدائي الجيل الثاني. درسنا جمع وطرح، جمع وطرح أعداد طبيعية وعشرية. رقم اثنين، هذا هو الدرس رقم اثنين. في الدرس الأول شفنا كيفاش يجمع التلميذ أفقيا، اليوم راح نشوف كيفاش يجمع أعداد طبيعية وعشرية عموديا. طيب كيفاش يجمع عدد عشري مع عدد عشري عموديا؟ لاحظ مثلا 131.15 زائد مثلا 19.3، كيفاش يكتبها؟ طيب لما نجمع عددين عشريين في الجمعة ما يهمش وراه اللي نديرو في الأعلى، أي نديرو مثلا 19.3 زائد 131، كيفاش نكتبها؟ الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، الآحاد تاع الجزء الصحيح، الواحد هنا، ثلاثة هنا، والواحد، والفاصلة تحت الفاصلة، والجزء العشري تحت الجزء العشري. طيب إذا قالت لي مراتب ولا منازل دون أرقام أكملها بالأصفر، المنازل الفارغة أكملها بالأصفر. ونجمع 0 زائد 5 5، 3 زائد 1 4، ننزل الفاصلة، 9 زائد 1 10، 2 و3 5 1. والشيء المهم هو ترتيب الأرقام، الفاصلة تحت الفاصلة، والجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، والعشري تحت العشري. نديرو مثال آخر، عندي مثلا 243.04 زائد 11.115. قلنا في الجمع ما يهمش وراه اللي نديرو في الأعلى، نديرو 11.115 زائد، مباشرة ندير الفاصلة تحت الفاصلة، هاي الفاصلة، الفاصلة هنا، 0.4 0.4. قلنا المنازل الفارغة أكملها بالأصفر، 243، هذا هو الآحد، إذا 3 هنا، 4 1، 2 هذه، هنا ما كاش رقم، ندير 0، المنازل الفارغة أكملها بالأصفار، 5 زائد 0 5 5 1، ننزل الفاصلة، 3 زائد 1 4 5 2. إذا لما نجمع عدد عشري مع عدد عشري، الشيء المهم نكتب الفاصلة تحت الفاصلة، والجزء العشري تحت الجزء العشري، والجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، وما يهمنيش وراه اللي نديرو في الأعلى، المهم نرتب الأرقام. طيب لما نجمع عدد عشري مع عدد طبيعي، لاحظ 115.03 زائد مثلا 15، كذلك ما يهمنيش وراه اللي نديرو في الأعلى، نديرو 15 في الأعلى مثلا، زائد هنا يندر الجزء الصحيح اللي هو 115.03، قلنا المنازل الفارغة أكملها بالأصفار، إذن تنزل الفاصلة مباشرة، 0.3 تبقى كما هي، 5 زائد 15 3 2 1. احنا قلنا سابقا بلي العدد الطبيعي 15 هو اصله 15.0، اذا هنا نقدر ندير فاصله وندير صفر هكا ونكمل. مثال اخر، عندنا 19.35 زائد مثلا 14، 19
فاصل 35 زائد 14، 14 ما فيهاش فاصلة، إذا جزء صحيح، ندير تحت الجزء الصحيح، الآحاد تحت الآحاد والعشرة تحت العشرة، ننزل الفاصلة مباشرة، 35 تبقى كيما راهي، قلنا المنازل الفارغة نكملها بالأصفار، ها، 9 و 4 3 عشر 5 4 4 3 4 في الجمع نكتب الشيء المهم، نكتب الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح والجزء العشري تحت الجزء العشري ونرتب المنازل. طيب في الطرح، في الطرح نفس الشيء، في الطرح نفس الشيء، الا انه ندير في الاعلى الاكبر، العدد الاكبر هو اللي نديره في الاعلى. 153.15 ناقص 19.03 عددين عشريين. كيفاش نعرفوا راه الكبير؟ لما يكون عندي عددين عشريين كيفاش نعرفوا راه الكبير؟ نقارن الجزء الصحيح مع الجزء الصحيح، الجزء الصحيح هنا 19 وهنا 153، اذا 153 هي الكبيره. خمسة زائد ثلاثة ثمانية، نجمع الجزء العشري مع الجزء العشري، ننزل الفاصلة ومن بعد نكمل العملية عادي. المهم نرتب الفاصلة تحت الفاصلة، الجزء العشري تحت الجزء العشري، الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، هذا في الجمع والطرح. وفي الطرح نزيد شيء مهم اللي هو العدد الأكبر هو اللي يكون في الأعلى، هذا ما كان. كيفاش نقارن عدد عشري مع عدد عشري وراء الأكبر؟ نقارن الجزء الصحيح فقط مع الجزء الصحيح، اللي كبير هو الأكبر. بارك الله فيكم، لا تبخلوا علينا بإعجاب وجمل الفيديو، كذلك الاشتراك في القناة، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.